النهاردة دكتور مصطفى مدبولي قام بجولة تعتبرها كده إيه؟ الجولة الموسعة. يعني إيه؟ يعني اتحرك في نطاق شديد الاتساع تحديداً في 6 أكتوبر وحدائق أكتوبر. الجولة شملت 3 مشروعات كبيرة في القطاع الصناعي، 2 منها في قطاع الصناعات الغذائية، الثالث هو مشروع رائد تقدر تعتبره في نطاق صناعة السيارات. طيب يعني إيه في نطاق صناعة السيارات؟ يعني مجموعة من الشبان المصريين اللي زي الفل بدأوا يشتغلوا على تنفيذ فكرة جديدة، هي تحويل السيارات العادية لسيارات تشتغل بالكهرباء، يعني تديله السيارة العادية يقلبها لك عربية كهرباء. ده مهم الموضوع ده جدا، الواحد لازم يعني اسمها، لا مش هينفع اقول اسم الشركة خلاص تمام. المهم يعني ان هم الشبان دول شبان اذكياء متعلمين متنورين كما جرت العادة في الشباب المصري، يقلب العربية الموتور العادي اللي هو يسموه موتورات الحرق الداخلي الى موتورات كهرباء. الجولة كمان تفقدت واحدة من المشروعات المتعلقة بالتطوير العقاري، وهذا المشروع هو مشروع منفذ بالشراكة ما بين وزارة الإسكان وما بين القطاع الخاص. خلونا ناخد معنا على التليفون المهندس طارق شكري، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الإسكان بالمجلس. أهلا 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 يا باشمهندس. أهلا يا فندم، إزاي حضرتك سيادة النائب؟ كله تمام؟ أهلا بحضرتك فندم. الحمد لله. كنا عايزين نتكلم على الجولة النهاردة بتاعة معالي دولة رئيس الوزراء في 6 أكتوبر وفي أكتوبر في حدائق أكتوبر على إجمالي المشروعات زائد المشروع العقاري أو مشروع تطوير العقاري اللي دولة رئيس الوزراء راح زاره. هبدأ الأول بمشروع تحويل السيارات الكهرباء ده. إيه الموضوع ده فندم؟ هو الحقيقة يعني المرحلة القادمة هي مرحلة الصناعة. حلو. ومصر يعني مقبلة على في تقدير الشخصي على أن تكون هاب حقيقي للصناعة، وهتقدم تسهيلات وتيسيرات كبيرة جدا لاقتناع كبير من الدولة المصرية بأن الصناعة هي المرحلة القادمة وهي الحل، هي اللي هتصدر وهي اللي هتجيب عملة صعبة وهي اللي هتوفر الاستيراد الكبير اللي احنا تسبب لنا في أزمة في الفترة السابقة. فدعم دولة رئيس الوزراء بزيارته وحثه على حل أي مشكلات في هذا القطاع أمر يعني محمود للغاية، بالإضافة إن كما تفضلت الحقيقة في شباب واعد وعنده أفكار جيدة جدا ومشجعة جدا، محتاج كثير من الدعم، سواء الدعم النفسي والدعم الإداري وأيضا الدعم المالي. فدولة رئيس الوزراء بيستخدم دايما وسائل الدعم لتقديم كل ما يستطيع في هذا الإطار. الحقيقة طبعا بشوف ان الجولات دي مهمة جدا لان هي بتدي طاقات يعني كبيرة للمصنعين، اللي انا شايف وانا راجل يعني بالاصل مطور عقاري. أيوة. شايف ان المرحلة القادمة هي مرحلة الصناعة. طيب انا هنا هرجع اتكلم تاني مع سيادة النائب طارق شكري كنائب من ناحية وكرجل زي ما حضرتك ذكرت بالضبط، أنا بالأصل مطور عقاري. مسألة الشراكة ما بين القطاع الخاص أو الاستثمار الخاص والوزارة أو الحكومة بمسمى آخر في مسألة التطوير العقاري، مهندس طارق بيشوفها ناجحة إلى أي مدى؟ وهنا هيجي السؤال اللي دايما حتى بتناقش فيه مع حضرتك على مسألة متى نبدأ في تصدير العقار المصري إلى خارج البلاد. يعني خلينا اتفق معاك انه فخامة رئيس الجمهورية من يومين اعلن بوضوح عن جهوزية الدولة للشراكة مع القطاع الخاص بكل انواع الشراكات بما فيها شركات القوات المسلحة نفسها، وده الحقيقة يعني رسالة من اعلى سلطة في الدولة بتؤكد على الانفتاح على القطاع الخاص وعلى دعم القطاع الخاص وعلى تفعيل وثيقة ملكية الدولة في إتاحة الفرصة الأكبر للقطاع الخاص. النهارده دولة رئيس الوزراء في زيارته لمشروع سان كابيتال في غرب القاهرة تحدث بوضوح عن إن كل ما تم سابقا كان إعدادا للبنية الأساسية من طرق ومرافق وكهرباء وخدمات وإيجاد المناخ المناسب للاستثمار، وإن الفترة القادمة هي فترة القطاع الخاص. وأنا على عقيدة واقتناع كامل إن فعلا الفترة القادمة القطاع الخاص هيشهد يعني دعم كبير جدا من الدولة في تحسين أدائه ودعم كبير جدا في إتاحة الفرصة ليه
علشان يعني يبقى مساهم بشكل كبير في النمو المنتخب وفي القدرة التنفيذية الأكبر اللي هو أعتقد مهيئ ليه حاليا. الشراكات بشكل عام كمل يا فندم بشكل عام مع الحكومة بتقدير الشخصي حققت نجاح كبير جدا، لأن الشراكة مع الحكومة بينتج عنها إن المطور بيحط فلوسه في التشغيل فبيوجد فرص عمل أكتر، فبيقدر يعمل البرنامج الزمني الأسرع، والحكومة بتجني ثمن قيمة الأرض طبقا لأعلى مزاد، بل بالعكس بتحقق ربحية نتيجة اشتراكها مع المطور، بالتالي هي الطرفين مستفيدين. عظيم جدا. السؤال بقى زي ما بقول لحضرتك زي ما انا مهتم بيه، احنا ايه اللي محتاجينه علشان نبدا نصدر العقار لخارج مصر؟ يعني انا عايز اصدر عقار للمنطقه العربيه بشكل اكثر اتساعا، عايز اصدر عقار لاوروبا او الولايات المتحده الامريكيه حتى بشكل حقيقي، ايه اللي احنا محتاجينه؟ الحقيقه محتاجين نقسم الموضوع لمرحلتين. مرحله في تقديري هي الاقرب والاسهل، وهي الاخواننا العرب الموجودين في مصر بالفعل، السوريين واليمنيين والسودانيين والعراقيين اللي بالفعل موجودين في مصر ومصر مستضيفاهم، ويهمهم جدا ان هم يحصلوا على اقامه رسميه من خلال شراء عقار. انا بشوف انه شراء عقار قيمته 200,000 دولار فقط بتحويل من الخارج لاتاحه الفرصه للحصول على اقامه رسميه لهؤلاء الاخوه العرب اللي في ضيافه مصر هتحقق مليارات الدولارات، ولكن بشرط واحد، هو ان يكون هناك اجراءات تيسيريه في مجال الموافقات الامنيه، واجراءات تيسيريه في مجال الطلبات المطلوبه منه. انا اللي يهمني بالاصل انه يشتري عقار في مصر وانه يحول 200,000 دولار. وبعد كده استعلم عنه بالشكل المناسب، واللي مش مناسب امنيا نرفضه. لكن اللي يهمنا جدا هو ان تكون هذه المنظومه في درجه من السرعه، لان المنافسين في الدول الاخرى بيقدروا ان هو يدوا الاقامات دي في وقت قياسي، فبالتالي انا مش عايز اخرج بره حلقه المنافسه، وعايز اكون عنصر منافس وجذاب، وعايز اوصل لمرحله ان يتحقق ان يكون في عدد كبير من الاخوه العرب الموجودين عندنا بياخدوا الاقامه بهذا المبلغ المعقول من خلال شراء العقار، ويحققوا ربحيه في العقار، ويطلع يتكلم عن تجربه النجاح بتاعته حتى يكون هو السفير حسن في التسويق للعقار المصري. دي المرحلة الأولى اللي أنا معني بتحقيقها، واللي أنا شايف إنها قابلة للتحقيق بسهولة. المرحلة الثانية هو إزاي تعرف تستقطب الأجانب عشان يقيم عندك فترات أطول، بالذات في ظل الارتفاع الكبير جدا في أسعار الطاقة في أوروبا، وبالتالي الإقامة في مصر أصبحت أرخص من فاتورة الغاز بتاعته في فترة الشتاء. إزاي تقدر تديله أيضا عرض لوحدات عقارية سواء في شرم الشيخ أو في الغردقة أو حتى في الساحل الشمالي في الصيف أو في القاهرة، بوحدات تناسبه فكريا وتناسبه وتناسب ثقافته، ويقدر إن هو أيضا يحصل عليها على الإقامة، وإن كان الأجنبي بيشوف إن الإقامة في مصر سهلة باعتباره إن هو بيقدر يدخل يعني برسوم بسيطة، لكن اللي على المعاش بتهمه الإقامة، لأنه الفيزا الصحية بتدي لمدة لا تتجاوز 3 شهور. أما الإقامة بتمكنه إن هو يقدر يقعد 6 شهور 8 شهور 9 شهور، ودي حاجة بقى أحسن كتير. طبعا دي خطوة تانية، بس أنا بشوف الخطوة الأولى هي الأكثر يعني سهولة وقربا للتحقيق. طيب برضو هاخد من وقت حضرتك شوية كمان يا سيادة النائب، هي ربنا يخليك، المسألة أظن كمان إنه الأجنبي بيحب يعيش في مدن مش في كومباوند، يعني أظن إن احنا هنبقى محتاجين إن احنا نتوجه أكتر لبناء مدن أو ما هو أقرب لشكل المدينة أكتر منها الجيتد كومباوند زي ما بيتقال. ومن الناحية التانية مسألة التحويل المالي دي أعتقد برضو دي هيبقى فيها معيار مهم، انه اذا كان التحويل بيجي من بره زي ما حضرتك ذكرت في حدود 200 لحتى 300 او 400,000 دولار، ده بيخش على البنوك ما بيخشش على المطور، علشان ما بقاش بعمل دلوره في السوق، صح كده؟ لا 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 لا، على البنك المركزي والمطور ياخد بالجنيه. طيب هل هرجع بقى هنا للنقطه اللي كنت بطرحها، ده محتاج مننا ان احنا لو عايزين نخش في فيز 2 ان احنا نبدا نشتغل على ان احنا بنبني مدن متكامله مش بس جيتد كومباوندز؟ هو شوف يعني اكيد الاجنبي كل اللي يهمه حاجتين، اللي يهمه مكان يعيش فيه في امان وفي خدمات مناسبه لتحقيقه، لان انت عارف ان اللي بيجوا بعضهم في خطه المعاش ريتايرمنت يعني على طول،
هو بيبقى جاي بيقضي وقت كويس بتكلفه مقبوله بدل ما يقضيها في بلده بتدفئه بقيمه عاليه جدا. صحيح. فالاقرب للانجاح معاهم هو الغردقه وشرم الشيخ والمناطق الساحليه اللي هو بيبقى مستمتع فيها بالساحل وفي نفس الوقت عنده وحده فندقيه مخدومه، ولان الوحده الفندقيه هي الاقرب للتطوير. خلي بالك يعني الوحده السكنيه اللي فيها هاوس كيبنج ونظافه واللي فيها امن واللي فيها خدمات متصله بيها هي الاقرب للتطوير، لان هو مش هيبقى عايز يحط على نفسه عبء ان هو يروح يدور على حد ينظف ويروح يدور على مكان يروح يشتري منه الاكل والشرب، هو عايز يقعد في مكان مخدوم. فعشان كده البراندد يونت او الوحدات الفندقيه هي الاكثر قبولا في مجال التصدير، وحتى الدول العربيه اللي عملت الوحدات الفندقيه قدرت ان هي تسوقها بشكل كبير جدا للاجانب، لان هو بالنسبه له بيعتبر ان هو عنده مكان استوديو او وان بيدروم كامل التشطيب، متكيف، بترفق، مخدوم، في حد يقدر ينظفه له، حواليه كل الخدمات، فبيبقى هو كده حقق الهدف والتارجت بتاعه. مظبوط 100%. انا بشكرك جدا جدا سياده النائب طارق شكري عضو مجلس النواب ووكيل لجنه الاسكان بمجلس النواب.